غضب عارم يجتاح تويتر المصري والعربي فور كشف داعش أمس عن جريمته البشعة بذبح 21 مصرياً قبطياً في ليبيا بعد أن اختطفهم الشهر الماضي وقيامه ببث فيديو دموي للجريمة التي أججت مزيداً من السخط على التنظيم الإرهابي. عكستها عشرة الهاشتاغات الجديدة، كان أبرزها هاشتاغ شهداء مصر في ليبيا، والذي أبى المصريون أن يكون هاشتاغ عزاء فحسب بل تهديد ووعيد بالانتقام، مجسدين حالة من التلاحم الشعبي أكدت أن لا فرق بين مسلم ومسيحي. ليتفاعل الأقباط بقوة عبر هاشتاغ داعش لا تمثل الإسلام. لو كانوا مسلمين لقرأوا حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بإقباط مصر خيرا. كما حذر المغردون المصريون من نوايا داعش من وراء تلك الجريمة. داعش ليبيا مش مستهدفين الأقباط، مستهدفين مصر، واختاروا الأقباط عشان لو مصر ما ردتش يثور أقباط مصر لعدم الثأر ليهم وتقلب بفتنة. سوف نفوت الفرصة على داعش من وراء ذبح 21 قبطيا مصريا بليبيا، ولن ينقسم المصريون، وسنقف جميعا خلف قياداتنا وأمامها نحمي مصر ونحارب الإرهاب. إلى ذلك يحتفي المغردون المصريون اليوم بإعلان القوات المسلحة المصرية بشن هجمات على أهداف لتنظيم داعش داخل ليبيا ردا على جريمتهم، مطلقين هاشتاغ مصر قصفت كفار داعش ومصر لا تخاف مصر ستنتقم. من ناحيتهم يعبر آلاف المغردين الخليجيين والعرب عن تضامنهم الكبير وتعازيهم إلى الشعب المصري، كما أطلق المغردون الإماراتيون هاشتاغ بعنوان من الإمارات إلى مصر كلنا الجيش المصري. مصر قلب الأمة ورئتها، فلن نتركهم يعبثون بها ويهددوا أمنها وأمن شعبها. من الإمارات إلى مصر كلنا الجيش المصري. ورفع المغردون المصريون شعاراتهم في وجه الإرهاب الغاشم قائلين: لو حرقت كل الكنائس ودبحت كل الأقباط مش هتعرفوا تشيلوا سورة مريم من القرآن، لا تنكروا وصايا الرسول على الأقباط.